ويجيو يدخلوا لينا حنايا. حنا كنا ولاد الشعب، حنايا ولاد الشعب. هادو في الدول المتقدمه تيعيطوا لهم مهندسين النظافه، وحنا تيتكرفسوا لهم مع 6 الصباح مع 5 الصباح، وتنجيو عاود هذا جيو تكرفسوا لهم حتى بالعشره، تندافعوا على الحقوق ديالهم، تندافعوا على الحقوق ديالهم. هاد الناس هادو ما دايرينش المنكر. القوة اللي خصها تتعتاد هي هاد المفسدين، هاد المفسدين اللي خصنا ندورو عليهم كاملين، وحاشاكم ولوحوهم في لي كونتونير ديال الجبل بحال اللي دارت اوكرانيا، بحال اللي دارت الدول المتقدمة. الناس اللي عندها اللي تتحس بالمواطن، الناس اللي تتحس بالناس ديال هذا، ماشي نجيو ونجيب لهم القوة. هو ما عندوش الحق، هو كذاب. دار معانا كنا التحملات باش ناخذوه، ديال هاد الناس اللي عرفوا الحقوق ديالهم في الشكل الاجتماعي ما موفاش به. حسوا الناس السيد المسؤول معاه قال لك راه كتغمجني. هذا مسلم، هذا مسلم تيغمج. واش خلى اللي ما تيصلي ما تيعبد الله؟ واش خلاه؟ راه حنا معروفين، الا كنا تنشدوا الرشوه ولا كنا تنبيعوا عباد الله، راه حنا معروفين كل براتو في كفاتو. إلا كنا معينين حنا دائما جايين عندو البيرويات، راه تيعرف هو من نهار تحل مشكل ديال ويسلان ما شطمناش في ويسلان. آخر اجتماع درناه نهار 18 الشهر اللي فات درناه هنايا، ما خرجناش بالحل. لأن علاش ما خرجناش بالحل؟ تقولوا لهم شكون اللي ياخذ القرار؟ تقول لك يعني خصهم تا يرجعوا، هما جايين كوكابة مديرات الموارد البشرية، خو مول هاد الشركة خوه ما عرفتش شنو تيدير، واش مدير عام ولا ما عرفتش. جايبين واحد القاوري، هاد القاوري أخطر واحد كان عندنا في سيدي ديما، كان هذه التحملات كلها لعب فيها المغرب كامل، كلها لعب فيها المغرب كامل، ويجيبوه اليوم يخدموا به. هذه إهانة بالنسبة لنا، احنا مكانش